عادة، ممكن نورمو بس مينلي هي ماكروستيك، ميجالو بلاستيك بالتحديد، يعني تلقى وياها ميجالو بلاست. زين، فهاي الأشياء كلش مهمة يتركزون عليها بالمايلودس بلاستيك سيندروم. زين، هذا المايلودس بلاستيك سيندروم احنا هسه اخذنا شلون راح يجي وشنو الكوزز مالته وشنو الابنورماليتي اللي نلقاها بالبرفرال بلاد وبالبون مارو بايوبسي. طبعا لازم هذا اسوي له كلاسيفيكيشن. ليش دا اسوي له كلاسيفيكيشن؟ على مود البروجنوسز، لانه البروجنوسز مالته يختلف. فراح نقسمه، يا اما راح نقسم اكو مايلود ام دي اس وذ سنجل لاين ديسبليجيا، عنده ديسبليجيا وابنورماليتي بسنجل لاين، هذول شي يكون عندهم راح شنو سنجل لاين ديسبليجيا اونلي، وتلقى البلاست سيل اقل من 5. احنا اللوكيميا الاكيوت لوكيميا الاكيوت لوكيميا تلقى البلاست سيل ايش قد؟ اكثر من 20% البلاست باللوكيميا، هنا لا ما يوصل للعشرين. الام دي اس سنجل لاينج ديسبليجيا تلقى البلاست اقل من 5، تمام، بلاست اقل من 5. واكو ام دي اس وذ رينج سيدروبلاست، مو حكينا مرات يجون رينج سيدروبلاست، هذول تلقى عندهم رينج سيدروبلاست نسبتهم يعني عاليه، يعني اكثر من 15 رينج سيدروبلاست، وعندهم فد زين فد ميوتيشن خاصه اللي يسموها سلايس فاكتور اس اف جين ميوتيشن. هاي السلايس فاكتور ميوتيشن بجماعه الام دي اس رينج سيدروبلاست. اذا هسه اخذنا يا اما ام دي اس والسنجل لاين ديسبليجيا جاست سنجل لاين افكتد، البلاست تلقاه اقل من 5% هنا وسنجل لاين، او لا تلقى رينج سيدروبلاست وعندهم سلايس فاكتور ميوتيشن، هذول لو ريسك يعتبرون الام دي اس والسنجل لاين ديسبلي، بما انه بس سنجل لاين افكتد لو ريسك، رينج سيدروبلاست ايضا لو ريسك. اكو بعد حاله هم يا لو ريسك اللي هي شنو هي؟ ايزوليتد ديليجن بالكروموسوم رقم 5، ايش اللونج ارم مال الكروموسوم 5 بي ديليجن. هاي الام دي اس وذ ايزوليتد ديليجن بالكروموسوم رقم 5 باللونج ارم هم يا تعتبر لو ريسك. شوفوا هم يا البلاست عندهم قليله، أنا يعني كل ما البلاست قليلة هاي زين، وتلقى ذولا أصلا حتى عندهم البليتلت نورمال أو increased blood platelet بالعكس، يعني زينة low risk. إذا من إن low risk؟ هذا low risk وهذا low risk وهذا زين. بينما لا والله MDS with multi lineage dysplasia لا، هاي شوية risk أعلى يعتبرون زين، بس أبو المالتي lineage dysplasia هذا ديسبليجيا ان تو اور مور، بس همين البلاست زينه على الاقل، يعني صح عنده ملتي لاينج بس البلاست بعدها شنو اقل من 5. انا شو وقت اخاف؟ كلش اخاف من تكون الام دي اس اكسس بلاست، يعني تلقاها 5 إلى 19 مثلا، هاي اكسس بلاست هاي السالفه تخوف، لان دول هاي الريسك انه يتحولون الى اكيوت مايلود لوكيميا. فهذن الكلاسيفيكيشن سنجل لاينج ديسبليجيا، ملتي لاينج ديسبليجيا، رينج سيدروبلاست، اكسس بلاست، وايزوليتد ديليجن بالكروموسوم رقم 5، وكل واحد والبروجنوسيس مالته يختلف. لذلك هو سووا له فد كرايتيريا يسموها الاي بي اس اس كرايتيريا بروجنوستيك. طبعا هذا يعتمد على شنو سووا البروجنوسيس، ايش قد اكو بلاست سيل، كل ما اكثر كل ما تخوف، الكاريوتايب، الجينيتيك ميوتيشن، يعني اكو جينيتيك ميوتيشن مثلا هاي السلايس فاكتور هاي الزينه تعتبر لو ريسك، بينما اكو ميوتيشن اللي هي بي 53 هسه راح نحكيها، هاي لا هاي تخوف بور بروجنوسيس يعني تعتبر زين. هاي الميوتيشن الكاريوتايب ايزوليتد ديليجن بالكروموسوم 5 تعتبر لو ريسك، بينما قلنا البي 53 ذيك تخوف. فحسب حسب الجينيتيك، وش قد اكو سايتوبينيا سنجل لاين ديسبليجيا تو لاين لو ثري لاين، هذا سوى البروجنوسيس على هذا، تمام. فقسموا الى فيري لو ريسك ولو ريسك وانترميديت ريسك وهاي اند فيري هاي. الفيري لو واللو ريسك السرفايفل ريت كمعدل 5 إلى 9 سنوات سرفايفل ريت مالتهم، الانترميديت 3 سنوات،
الهاي والفيري هاي سنة إلى سنة ونص بس السيرفايفر ريت مالتهم. زين، وهمنا كل واحد وبي ريسك اوف شنو البروجريشن الى اي ام ال. شوفوا خلال ايش قد، يعني ابو الفيري هاي خلال اقل من سنه يصير. زين، هذا اذا يقول لك ايش قد خلال سنه يتحول، الفيري هاي خلال اقل من سنه يتحول الى اكيوت مايلويد ليوكيميا، الهاي خلال سنه واربع اشهر مثلا، بينما الفيري لو لا ما يتحول، اللو خلال 10 سنوات يلا يتحول، الانترميديت خلال. فهذا النهاية الفكرة، اكو بروجنوستيك شسم. زين هذا شلون راح اعالجه المايلويد ديسبلاستيك سيندروم؟ شلون راح اعالجه؟ هذا حسب الريسك، راح اسوي له ريسك ستراتيفيكيشن، وقلنا شلون راح اشخصه، شلون انا راح اسوي له ريسك ستراتيفيكيشن، شلون اقول هذا فيري لو 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 انترميديت لو هاي، حسب الكاريوتايب مالتي، الجينيتيك ميوتيشن اللي عندي، حسب البرسنتج اوف البلاست سيل والبون مارو، وايش قد اكو سايتوبينيا، يعني سنجل لاين لو تو لاين شخصت. لذلك هذول لازم كلهم انا اسوي لهم بون مارو، واسوي لهم كاريوتايبنج، واسوي لهم بيرفرال بلاد فيلم، حتى اسوي له ريسك ستراتيفيكيشن، حتى شنو عالجه. اللو ريسك يعني ذول اللي هم الاي بي اس اس، اذا الفيري لو واللو والانترميديت، حسب هذول، حسب هاي الاي بي اس اس كرايتيريا، الفيري لو واللو والانترميديت شو اسوي لهم ذولي؟ الفيري لو واللو والانترميديت شلون اعالجهم؟ الفيري لو واللو والانترميديت يعني عندهم البلاست سيل على الاقل جوا العشرة، هذول شنو هيك اعالجهم؟ اني هم شنو شو احاول وياهم ذولي؟ لان هم فيري لو راح احاول وياهم، طبعا ذول اكيد سبورتيف تريتمنت، اكيد بلاد ترانسفيوجن ممكن يحتاج، وش احاول؟ لان راح انطيهم بلاد ترانسفيوجن يحتاجون ايرون كيليتنج ايجنت حاله حال الثلاسيميا، هم يعني هم ايرون كيليشن يحتاجون، وستيميليتنج فاكتور انطيهم بما انه هو عنده سايتوبينيا، فاعطيهم مثلا جرانلوسايت مونوسايت كولوني ستيميليتنج فاكتور، احاول اعالج شنو السايتوبينيا اللي عنده، وانطيهم هذا لوزباترسبت. هذا اللوزباترسبت نفسه في الدراج استخدمناه بالثلاسيميا، هذا يحفز الار بي سي برودكشن، يشتغل كانه عمل الاريثروبويتين. فهذا اللوزباترسبت ايضا اذا انطيه في شيء يحفز الجرانلوسايت والمونوسايت، يعني الوايت بي سي برودكشن، وايضا الار بي سي برودكشن، لوزباترسبت يعني سبورتيف تريتمنت، احاول اعالج السيتوبينيا اللي عنده. واكو فد دراجز يسموها هايبوميثيليتنج ايجنتس. زين هايبوميثيليتنج ايجنت، زين هسه راح نحكيها. هذا الهايبوميثيليتنج ايجنت ايضا ممكن يفيده، اللي هو هذا الدراج الهايبوميثيليتنج ايجنت اللي هو يسموه ازا سيتيدين، اللي هو كلش امبروف ذا سيرفايفل. زين باي 9 مانس تقريبا، اذا ازا سيتيدين اللي هايبوميثيليتنج ايجنتس. زين احنا قلنا ذولا جماعه الميوتيشن باللونج ارم اوف كروموسوم 5، ذولا مو قلنا اكو سبيسيفيك تايب عندهم هاي الميوتيشن، لذلك ليش نسوي كاريوتايبنج؟ حتى اذا لقيت هيك ميوتيشن بالكروموسوم 5، هذول سبيسيفيك دراج لهم، سبيسيفيك تارجت، يعني يسموه لينا ليدومايد، لينا ليدومايد. زين والاميون موديليترز نفس الشيء. فذول اعطيهم في السبورتيف تريتمنت، ممكن يحتاج بلاد ترانسفيوجن، ايرون كيليشن، ستيميليتنج فاكتورز، جرانلوسايت مونوسايت كولوني ستيميليتنج فاكتور، ممكن اعطي في ثرومبوبويتين يعني ستيميليتر، يعني حتى يحفز البليتلت برودكشن عندي. اللوزباترسبت هذا نفسه نستخدم الثلاسيم ايضا هنا نستخدم. تمام، هذول اللو ريسك. الهاي ريسك يعني منو؟ يعني جماعة الهاي والفيري هاي ريسك، او حتى الانترميديت. الانترميديت مرات نعتبره ويا ذولي، ومرات نعتبره هاي ريسك، حسب يعني.
لكن الهاي والفري هاي إذا البلاست سيل أكثر من 10، بينما ذولاك كان أقل من 10، ذول هنا حسب العمر. إذا عمره هذا ما دام هو هاي ريسك، إذا عمره جو 70، فهذا جو 70 وهو هاي ريسك، بما أنه هو هاي ريسك فلازم أنا أفكر بالبون مارو ترانزبلانت، بس لازم شي يكون عمره يعني يتقبل إنه يتحمل العملية. فهذا اللي جو 70 زين، ذولا كلش فد سترونج إنديكيشن للبون مارو ترانزبلانت، للألوجينيك بون مارو ترانزبلانت، يعني آخذ من دونر. إذن مين يكون هاي ريسك وعمره جو 70 يعني يتحمل العملية جو 70، كلش في السترونج انديكيشن. شوفوا حتى مطيق في سهم قوي للبون مارو ترانزبلانت، تمام؟ فهذول سترونج. إذن أكثر شيء يا هم اللي أنا أفكر أسوي لهم بون مارو ترانزبلانت بالإم دي إس اللي يكونون هاي ريسك والعمر مالتهم جو 70 إلى 75. طبعا بالإضافة للهايبو ميثيليتينج ايجنت، مو الازاسيتيدين اللي حكينا، وكيموثيرابي ممكن ايضا، لان يعني دول عندهم بلاست سيل، فانا احاول اصفر البلاست سيل حتى ما يتحول الى لوكيميا، فلازم انطيهم كيموثيرابي. اما اللي عمره فوق 70، هذا العمره فوق 70 يعني مو كلش يتحمل البون مارو ترانزبلانت، فشوفوا الانديكيشن مو كلش سترونج عندهم. واللو ريسك هم الانديكيشن مو سترونج، شوفوا السهم مقطع، يعني الانديكيشن مو كلش سترونج. ليش؟ لان هو لو ريسك، ليش عرضه لمخاطر الترانزبلانت؟ زين، لان البون مارو ترانزبلانت مو عمليه سهله، فاللو ريسك مو كلش عندهم انديكيشن. والهاي ريسك وعمره فوق 70 هم يعني ما يتحمل العمليه، فمو كلش انديكيشن للبون مارو ترانزبلانت، بينما هاي ريسك وعمره جو 70 لا، هذا كلش سترونج انديكيشن. فهذول شطيهم ايضا هايبوميثيليتنج ايجنت وكيموثيرابي، ليش؟ حتى تخلص من البلاست سيل، لان هذني خوفين، فهذني تقريبا ان التريتمنت مال المايلوديس بلاستيك حسب الجسم. خلينا نشوف اذا اكفد ملاحظات مثلا. فهذول شوفوا، طبعا هو اغلى يعني صعب الكيور مالته، انكيورابل للاولد ايج، يعني الاونلي هوب هو البون مارو ترانزبلانت. وقلنا مثل ما حكينا ذول نعطيهم ستيميليتنج ايجنت اريثروبويتين ستيميليتنج ايجنتس تو امبروف، وجاليوسايت مونوسايت كولوني ستيميليتنج فاكتور، وجماعه الديليجن نعطيهم اللينالدوميد، هذول كل الزين. زين حكينا التريتمنت بالجسم. زين بعد شنو كبروغنوسيس؟ قلنا يصير worsening، وذولا طبعا 30% من عندهم من المايلوديسبلاستيك يتحولون الى acute myeloid leukemia او يتحولون الى bone marrow failure، 30% فتخوف. وقلنا البروجريشن يختلف، اكو خلال اشهر اكو خلال سنوات، حسب شنو؟ حسب ذني، حسب الريسك مالته. زين فاريز، من اللي يكونون slow progression؟ جماعة الرينج سيدروبلاست. احنا قلنا الرينج سيدروبلاست ذولا شنو؟ الرينج لو ريسك اعتبرناهم الرينجد، وسنجل لاين ديسبليجيا ايضا لو ريسك، فذول سلو بروجريشن زينين شوي، بينما اذا اكسس بلاست لا رابد تكون. وقلنا حسب ذول قسمنا البروجنوستيك مالتهم، تمام. بعد شنو بذول كلهم قلنا ان افكتيف هيماتوبويسيس وعندهم ريسك اوف اي ام ال وبري لوكيميك وتعتبر جينيتك ستيم بالديفلوبمنت اوف لوكيميا. زين طبعا دول تلقى طبعا الام دي اس دول بالاشخاص اللي عمرهم فوق 80 سنه تلقى اب تو 20% ممكن عندهم الجينيتك، يعني بالكبار اللي عمرهم فوق 80 سنه يعني ممكن تلقى جينيتك ابنورماليتيز اللي تلقاها بالام دي اس تلقى عند ذول الاشخاص، يعني كل ما العمر كبر وفوق ال 80 راح يزداد الريسك مالتهم، تمام. وقلنا اللي ميوتيشن اكثر شيء. زين اللي هي مثلا السبلايس فاكتور جماعه الرينج سيدروبلاست حكينا، او بي 53 ذول وورس، البي 53 كلش وورس بروجنوسيز مثل ما انا احكي، بينما جماعه الكروموسوم 5 ديليجن
لا ذولا زينين يعتبر، وقلنا يجون بون مارو فيلار، هايبر سيلولار ودس بلاستيك ذني كلن حكينا. فهذا خلاص مال دس بلاستيك سن. بعد ايش بقى لنا؟ بس السبلين ومجيل، هذا موضوع انتو كلكم دارسي يعني ما راح اتوسع بيه لانه كلنا نعرفه. السبلين ميجالي، شنو السبلين ميجالي؟ طبعا بي احنا ماني كوزز بالديفلوبد كانتريز، الدول المتطوره المتقدمه اكثر شيء شنو اللي يصير عندهم ككوز؟ الانفكشيس مونونيوكليوسيس بسبب الابشتين بار فايروس، والمالجنسيز اللوكيميا الليمفوما وغيره، وايضا البورتال هايبر تنشن. اذا الدول المتقدمه لان الكهوليك ما الكهوليك فيصير عندهم ليفر سيروسز فيصيرون بورتال هايبر تنشن. في الديفلوبد هاي هيك عندهم كومن، الدول المتقدمه عندهم كومن اللوكيميا واللمفوما فالهيماتولوجيكال مالجنسيز والانفكشيس موني، بينما الدول اللي هي لا شويه يعني دول افريقيا وهاي ملاريا تشيستوسوما البلهارزيه يعني ذولا. زين هاي سبلين، شنو الهايبر سبلينزم؟ هايبر سبلينزم هو كلينيكال سيندروم اللي هو شنو؟ بيشنت عنده سبلينوميجالي لكن بلس شنو؟ يعني سبلينوميجالي لكن لازم عنده شنو؟ عنده سايتوبينيا، عنده ريدكشن ان ات ليست وان سيل لاين، يعني سبلينوميجالي بلس انيميا، سبلينوميجالي بلس ليكوبينيا بلس ثرومبوسايتوبينيا، راح اسميه هذا هايبر سبلينزم. لأن السبلين من يكبر ممكن يسوي ديستركشن بالوايت بي سي ار بي سي او بليتلت. زين وحسب الكوز ممكن يحتاج سبلينكتومي. هسه نشوف اذا الماني كوزز عندنا هيماتولوجيكال. زين اللي عليه النجمه هذني اللي هن هذني ذولا والتروبيكال ذولا هن شنو؟ ماسف سبلينوميجالي. الماسف سبلينوميجالي يعني السبلين يكون اكثر من 20. فشن ان الكوزز اوف ماسف سبلينوميجالي اكثر من 20 هي سي ام ال كرونيك مايلويد ليوكيميا، مالجنت ليمفوما، مايلو فايبروسيس. زين وثلاسيميا ميجر ذني ممكن يجي يصير ماسف على اثبار السبلين. شي يصير هم يا اما يصير بي انفلتريشن بجماعه اللوكيميا او يصير بي اكسترا ميدلاري هيماتوبويسيس يبدي يكبر حتى يصنع اكثر. وذني الستورج ديزيزز مثل الجوشر ديزيز، ذني الستورج ديزيز صار انفلتريشن للسبلين. ايضا الليشمانيا والتشيستوسوما ايضا ممكن يكون ماسف سبلينوميجالي. التروبيكال عن جماعه الملاريا ايضا يكون شنو؟ ماسف سبلينوميجالي. وطبعا اذر كوزز بوليسايثيميا سيكل سيل كل الهيموليتيك انيما ممكن السبلين يكبر، ميغالوبلاستيك ممكن يكبر، ليفر سيروسيس، سبلينك فين صار بي ثرومبوسز وكبر السبلين. زين لان يعني شنو يعني يتجمع بي البلاد، ساركويدوسز امايلويدوسز ها كلها انتو تعرفوها يعني من الباطنية، حتى الروماتويد. الروماتويد اذا كبر السبلين شي يسموه فالتي سيندروم، مو صحيح؟ زين حتى الانفكتيف اندوكاردايتس مرات يصير يعني البكتيريا تتجمع بالسبلين و ممكن شنو يعني سبلين امبولاي الانفكتيف اندوكاردايتس يصير سبتك امبولاي تروح للسبلين فيكبر السبلين، التايفويد وغيره، تي بي بروسيلوسيس ها كلها كلكم تعرفوها يعني ما اتوسع. شو وقت اسوي سبلينكتومي؟ طبعا عندنا ماني انديكيشن، مثلا سبلينك رابتشر، اذا رابتشر سبلين بسبب تروما مثلا بيشنت ار تي اي وسبلينك رابتشر ممكن اسوي سبلينكتومي. او بعد شنو؟ هسه نشوف جماعة الكرونيك اي تي بي، اذا تتذكرون الاميون ثرومبوسايتوبينك بربراني شرحتها بالاطفال، فاللي ما قاري يعني ممكن ما قارين عليها جماعة الاي تي بي احنا شنو بيها اكيوت وبيها كرونيك. الاكيوت عادة يصير لها ريزوليوشن زين وبين يعني لذلك من الجئ للسبلينكتومي بالاكيوت عادة الا اذا لايف ثريتنينج بليدنج فمن الجئ بالاكيوت. لكن الكرونيك اي تي بي اللي هي عادة لها فت سكندري كوز ذولا يعني دائما يستجيبون للسبلينكتومي كل الزين 80% ريسبونس. فالاي تي بي الكرونيك مو الاكيوت، عادة الكرونيك هي اللي نلجأ للسبلينكتومي. طبعا الهيريديتاري سبيروسايتوزس حكيناها one of the line of treatment كلش ايضا good response.
اوتو اميون هيموليتيك، يا هي منهن الورم اذا تتذكرون، بس الورم مو الكولد. ليش؟ لان الورم هي اللي كانت يصير بيها اكسترا فاسكولار، يعني بالسبلين اللي يصير دي يصير الدستركشن اوف ار بي سي. فالورم اوتو اميون هيموليتيك مو الكولد، الكولد مالها لا. الثلاسيميا طبعا، طبعا الثلاسيميا شو وقت نلجأ للسبلينكتومي؟ من يصير انكريس بالديماند اوف بلاد ترانسفيوجن، من يكون ديماند عالي للبلاد ترانسفيوجن الجأ اني للسبلينكتومي حتى اقلل الديماند اوف بلاد ترانسفيوجن. ليش؟ لان السبلين قلنا هو من يكبر ممكن هو يسوي ديستركشن وورسنينج للانيمي. طبعا جماعه السي ال ال، انتبهوا السي ال ال واللمفوما ممكن نلجأ، سي ال ال مو سي ام ال، سي ال ال كرونيك لينفوسيتيك، والمايلو فايبروسيس ايضا يعني يصير ماسف سبلينوميجل، والتروبيكال جماعه الملاريا مثلا ممكن عند. نحاول نتجنب السبلينكتومي بالمايلو بروليفراتيف ديس اوردر بالتحديد يا هن السي ام ال و البوليسايسيميا ربرا فيرا والاسينشال ثرومبوسايثايسيميا. السي ام ال والبوليسايسيميا ربرا فيرا والاسينشال ثرومبوسايثايسيميا دول نتجنب السبلينكتومي. السبلين هنا ممكن كل شيء يكبر بهذني الحالات، لكن احنا ليش نتجنب؟ لان دول المايلو بروليفراتيف مو دي يصير بروليفريشن، دول عندهم ريسك اوف ثرومبوسيس، هاي ريسك اوف ثرومبوسيس. وانت سويت لسبلينكتومي، احنا نعرف انه وحده من السيكولي اوف سبلينكتومي، انت من توخر السبلين البليتلت تبدي تصعد، على اعتبار انه هو السبلين هو المسؤول عن انه يسوي ريموفال. فمن تسوي سبلينكتومي تصعد البليتلت زين، بما وهم ذولا اوريدي عندهم هاي ريسك اوف ثرومبوسيس، هم عندهم مايلو بروليفريشن، هو عندهم البليتلت مثلا صاعده، وانت سويت لهم سبلينكتومي راح البليتلت كلش تصعد، فعندهم هاي ريسك اوف وات، هاي ريسك اوف ثرومبوسيس. فنحاول نتجنب، ويصير عندهم بالعكس همين ريفيرس هيباتوميجالي، انت وخرت السبلين فمن اللي يكبر؟ الليفر. فانت افويد سبلينكتومي ان مايلو بروليفراتيف اللي هن السي ام ال بوليسايثيميا ربرا فيرا والاسينشال ثرومبوسايثيميا. ليش؟ لان راح يصيرون ريفيرس هيباتوميجالي وهاي ريسك اوف ثرومبوسيس. فمثل ما حكينا دول راح يصعد، اي بيشنت توخر السبلين يصعد البليتلت كاونت حتى يوصل لل 1000 × 10^9. 1000 × 10^9 يعني ايش قد؟ 1000 اضربه في 1000 يعني مليون. احنا النورمال ايش قد؟ من 150,000 إلى 450,000، هذول يوصلون للمليون بوست سبلينكتومي. فتخيل لو كان هو عنده مال بروليفراتيف، فكلش هاي ريسك، فذولا ممكن يصير ثرومبوتيك كومبليكيشن، حتى نضطر شو نسوي؟ نعطي اسبرين عن هيباري، فيصير عندهم ثرومبوسايتوسيس، ممكن حتى لمفوسايتوسيس بوسبلينكتومي. لانها خلصت بالتوفيق.